الله خاطرت اليوم عن الميزانية أبو علاء، أنت عندك ميزانية ولا ما عندك؟ اليوم كان مقرر أن يناقشون الميزانية، فشفت النائب الأنبعي قال لا تأجلت. الله يرحمه السيد علي الرفاعي كان كله يتغشمر يقول تأجلت تأجلت، فيها خيرة كل تأخيرة فيها خيرة. وعلى فكرة الميزانية يعني بكل إنسان استغفر الله، يعني الحيوان والكائنات ما ندري، بس لازم يكون عنده ميزانية. يعني كل الناس كانوا يقولون كل واحد يمد يدك على قد لحافك، كل واحد يوازن نفسه، أبو ألف يعيش بألف، أبو مية يعيش بمية. المهم أن الميزانية كنا بكلية التجارة، الدكتور شعيب والعادلي وإبراهيم شاهين وغيرهم، فأسألهم خاصة المصريين يقولوا يرفعي هي الميزانية حتى توازن إن شاء الله يوم القيامة. أستاذ الصوفية يقولون كذي، سبحان الله دائن ومدين. كان الله يرحمه أكثر شيء عند الوالد الوزير نائب شيخ الطريق رفاع الصوفية السيد يوسف هاشم رفاع، اشتغلت وياه رفعت الخطيب وفراس، كان هو بالميزانيات ومصطفى الحجاز وغيرهم. بس هي الميزانية لابد انه يعني بالشركات بالحين المناقصات بدراسة الجدوى، بس هي سبحان الله فوق كل ذي علم عليم. يا رب ان ميزانيتنا تكون متوازنه، واذا ما توازنت بالدنيا بالاخره. قولوا امين. امين. هو على فكره كنت اروح مع الوالد ابو يعقوب الرفاعي، وكان يروح معنا مرات الله يرحمه الامين عام مجلس الوزراء بعد صديقه ابو عصام الله يرحمه، بعد عصام عبد العزيز العتيبي، فنروح حق المبعدين كانوا صوب الصليبيه كذي مثل كان حواش، فكان الوالد يودونهم سندويش وخبز، فكان كله يقول لهم يا ابني اذكروا العهد الذي بيننا وبينكم، ولا اللي غضبان اللي زعلان على دولة الكويت لا يدعي ان شاء الله. قال كان كله متفائل الوالد، يقول لهم احفادكم ابائكم يتناسبون يجون، يقول حتى لو راحوا اوروبا وامريكا والعالم الروسي يقول ان شاء الله انه يكون بهالبلدة الطيبة راضين. فالميزانية ان شاء الله يا رب اللي ما اخذ من حلال دولة الكويت ونفطها وخيراتها يا رب ان الله يخلفها، وان شاء الله تكون صدقاتهم وزكواتهم واخماسهم وكفاراتهم كلها كفاره عن كل ذره من ارض دوله الكويت والعالم وهوائها، واي واحد حي تنفس فيها او ميت. يعني الرضا هذا صعب، فيعني يا رب ان هذه الدوله دار الصباح دوله الكويت اجعلها يعني ميزانيتها تذهب الى الناس المستحقين، واللي غشوا واللي كلوا ان الله يغفر لهم. سبحان الله يعني ما في انسان بلا خطيئه. بس هي هذه الارض دوله الكويت زارها سيدنا الخضر عليه السلام في الوطيه، كان بسعود شان المطير اللي يسيب عمنا الله يرحمه القنصل في اسبانيا اقتلوا نجيب السيد هاشم احمد الرفاعي يقول، والوالد زاره بعد وزرناه في فيليتش ان شاء الله يرجع مقامه. فهذه ارض طيبه وان شاء الله ميزانيتها كلها طيبه، وان شاء الله كل زعلان يرضى، واللي ما اخذ من معاشاته من خيراته ان شاء الله ياخذ، لأن الله بالقرآن يقول بلدة طيبة ورب غفور كريم. والطيارات الطير شوفوها سبحان الله، احنا اشتغلنا بالمطار 30 سنة وماسكين هالأوراد الرفاعي والدسوق والشاذلي والقادري والبريولي، يقول لي يا خالد استمر، قلت له ليش؟ قال عشان الله يحفظ الطائرات وما تصير حوادث. الحمد لله قعدنا فيها من 1980 إلى 2014 ما صار ولا حادث، بركة رسول الله. يا رب تتوازن الميزانية، قولوا آمين. آمين. شكرا.